التفاصيل دي كلها يعني الواحد ما يقدرش يفصلها عن صعود الالت رايت او اليمين المتطرف مع النيو ناتسيز، مع اليمين الصاعد بقوه حتى في انتخابات الاتحاد الاوروبي. يعني في نقدر نقول موضه سياسيه جديده كده شبه موضه التحرر في الستينات، ان صحت استخدام لفظ موضه. يعني هو دوام الحال من المحال، والسياسة في أوروبا كلها بتتغير. يعني البان يوروبيان أو المناصرين للاتحاد الأوروبي، مقولاتهم أو السلوجان بتاعهم المشهور في الاتحاد قوة. النهاردة لما معظم الدول فيها أحزاب، مش هنقول يمينية، هنقول شعبوية، يعني هي خلاص بقى يطلق عليها شعبوية، من تأييد الشعب ليها. هي شعبوية، البوبوليزم دي مدرسة في السياسة اللي هي المصلحة القومية فقط. هو عند الباحثين شايفين دلوقتي ان السياسة في اوروبا بتتغير الى اكتر قومية، او مفهوم القومية نفسه بيتغير في اوروبا. كنا دايما بنقول مفهوم القومية عندنا غير عندهم، القومية عندهم حاجة وحشة، القومية عندنا حاجة كويسة. هم ابتدوا يشوفوا القومية حاجة كويسة، وده يرجع ان المتغيرات اللي حصلت في التاريخ. زمان كانت القومية حاجة وحشة لان انتجت هتلر وانتجت الفاشية وانتجت الحروب والحرب العالمية الاولى والتانية، لكن اوروبا دلوقتي بتشهد بقالها 60 سنة. عشان كده بوريس جونسون قال فكرة الاتحاد الاوروبي دي فكرة قديمة، نازية، الفكرة النازية هتلر بالظبط. هي مش فكرة نازية، هي فكرة انتجت عن ما بعد النازية، أوكي؟ وليدة منها بالظبط. ووليدة من الضعف الأوروبي، يعني الضعف اللي شهدته أوروبا بعد الحروب العالمية الأولى والتانية. طيب النهاردة أوروبا بقى لها 60 سنة في سلام وستين سنة في اتحاد. في رأيي ورأي الباحثين هنا وفي أوروبا إن مفهوم القومية بيتغير في أوروبا للمفهوم بتاعنا بقى، اللي هو مصلحة الدولة أولا، مصلحة شعبي أولا، مصلحة شركاتي والاستثمار عندي أولا. يعني النهاردة معظم الشركات ما عدا في أيرلندا الشمالية، لأن أيرلندا الشمالية معظم الصناعات فيها قايمة على الصناعات الزراعية، شايفين ان هم مش مستفادين من حرية المنافسة. يعني ليه مثلا لما استورد تفاح من فرنسا يبقى بينافس الشركات او اللي عندي اللي بتنتج مواد فيها تفاح مثلا. اوكي، طب ما انا اعزز الشركات اللي عندي دي واكترها واخلي المنافسة ما بين الشركات اللي في السوق اللي عندي بس، فتحقق بروفيت اعلى، تحقق ارباح اعلى. فالنهارده بقت المصلحه براجماتيه جدا، مصلحه الدوله فقط. لسه في دول مستفاده من الاتحاد الاوروبي ومنها اليونان، متعلقين جدا بالاتحاد الاوروبي. فكره الدعم المادي خصوصا اليونان والبرتغال في الازمات المادية. مادي واتحادي، خلي بالك اليونان في مشاكلها مع تركيا، لو ما كانش في وراها الناتو والاتحاد الاوروبي كانت اتبلعت. طبعا. فاحنا النهارده يعني على المستوى الاوروبي الاحزاب اللي بيسموها يوروسكيبتيك او المشككين في الاتحاد الاوروبي في علو. عندك الاو دي اس في جمهوريه التشيك، عندك جيرت وايلدرز ده يميني متطرف جدا في هولندا، عندك لوبان في فرنسا. ده غير ان ترامب كسب في امريكا، فده لوحده مدي دايما في علاقة هارمونيك أو انسجامية جدا ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا. ودايما أمريكا يعني بتطفي بظلالها سياسيا على أوروبا. ففي ميول دلوقتي أكثر للمصلحة البراجماتية للدول الوطنية. فدي يعني الفايدة العائدة على فرنسا وألمانيا في استمرارهم في الاتحاد الأوروبي إذا كان هما مش شايفين نفس النفع اللي ممكن يعود عليهم في الخروج زي بريطانيا مثلا؟ السلام. الاتحاد الاوروبي قام عشان فرنسا والمانيا. فرنسا والمانيا كانوا دائما ندين وهم اسباب الحروب. فالسلام اللي قام، احنا عندنا مشاكل كتيره جدا لو اتكلمنا في الاتحاد الاوروبي، يعني نتكلم في حدود تاني، نتكلم في تاني ميلترايزيشن او عسكره الدول تاني، نتكلم. طب احنا هنرجع كام خطوه لورا؟ يعني الاتحاد الاوروبي تكون في كام خطوه؟ المفروض نرجع كام خطوه لورا دلوقتي؟
ففرنسا والمانيا لمده 60 عام بيتعاونوا في سلام ما بينهم. ده ما كانش وارد لاوروبا قبل الاتحاد الاوروبي خالص. خلي بالك اوروبا قوميات كتير، لغات كتير، مذاهب دينيه من المسيحيه كتير، وشهد العالم فتره كبيره جدا من السلام في هذه القاره اللي عمرها يعني ما كانش فيها سلام بالمنظر ده زمان. فالعائد عليهم طبعا السلام والتعاون وفكره حريه. بريطانيا مش شايفه ده هدف اسمى مثلا زي المانيا وفرنسا؟ لا، لان خصوصا ان فرنسا يعني لو بنتكلم على فكره انجلترا، عفوا، بنتكلم على فكره السلام، بريطانيا من الدول اللي عانت جامد في 48. بس بريطانيا مش شايفه ان هي محتاجه. يعني لندن كانت تحت القصف طول الوقت من هتلر. بالظبط. يعني الجنود اتزنقوا في نورماندي وفي دنكرك. بس هتلر دخل باريس، ما دخلش لندن. حكم الجغرافي. بالحكم الجغرافي بريطانيا لسه عندها نزعه الامبراطوريه. وبريطانيا دوله غنيه جدا. طبعا. فبس 46 من صادراتها للاتحاد الاوروبي. خلي بالك احنا طول عمرنا بنتعلم من الساسه البريطانيين، بس ده يعني سيشهد التاريخ ان دي اكبر ازمه تواجهها السياسه البريطانيه، ولسه قدامنا سنين دراسه في اللي بيحصل النهارده ده. يعني ده اللي بنتعلم منهم، اخفقوا اخفاق كبير ان احنا النهارده نبقى بنتكلم عن خروج بريطانيا حتى لو ما كانتش بصوره كامله في الاتحاد الاوروبي. يعني بريطانيا ما كانتش في الشنغن، ما كانتش في الفيزا الموحده للدول الاوروبيه، ما كانتش في اليورو زون او منطقه اليورو، ما غيرتش عمله، ما نفذتش سياسه حريه انتقال الافراد ب 100%. طب فالنهارده هي دايما بقيه الدول الاوروبيه، حتى ده بيدور في الاروقه الاكاديميه، بيحسوا ان انجلترا بتتعالى على الاتحاد الاوروبي لان هي كانت مش موجوده في الاتحاد الاوروبي. البلو بلود. بالظبط. الدم الازرق او العرق. وهم لسه بيتعاملوا على انهم امبراطوريه، وهم النهارده شايفين ان هم مش محتاجين الاتحاد الاوروبي وعايزين ينفتحوا. وعلى فكره دي حريتهم ودي سياده، ودي يعني بريطانيا بتمارس النهارده سياده. بس هم يعني ما حضروش ليها كويس. اخيرا فرنسا والمانيا قادرين يقيموا الاتحاد الاوروبي ويفضل محافظين عليه في خروج بريطانيا؟ بيحاولوا. هيقدروا؟ هيقدروا.